انهيار الذهب عالميا وهبوطه إلى مستويات متدنية في الأسواق المحلية. أما الدولار فقد قررت الحكومة توجيه ضربة قوية له والتخلي عن التعامل به مع الإمارات لحماية الجنيه. ومن خلال تغطيتنا نوضح لحضراتكم تفاصيل أسعار الذهب والدولار بعد هذه التطورات. نبدأ مع حضراتكم بأسعار الدولار محليا والتي استقرت للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزي المصري. وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع. كما سجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين وهم بنك مصر والبنك الأهلي المصري حوالي 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع. كانت بالفعل قد اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري، وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمي مع الإمارات والتخلي عن التعامل بالدولار، حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي. مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات دراهم يتم وضعها أيضا في البنك المركزي المصري. حيث أنه بحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار، ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار. نأتي للدولار في السوق السوداء الذي تراجع بالفعل بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، والذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية ومنها الهند والصين وسط دعوات بالتخلص منه، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار، وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار. فالحكومة كانت بالفعل قد أصدرت قرارا يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. كما ألزم أيضا قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله. حيث أن وزارة الداخلية قررت بدء تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الماضي. وأيضا من ناحية أخرى كانت قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع لها يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 والإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يصل إلى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة أيضا، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تسعى أيضا إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65%. وكانت بالفعل تصدرت مصر دول القارة الإفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022. وسجلت بالفعل حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال 2022 11.4 مليار جنيه، وهو الرقم الأعلى منذ 2012، ومما دعم أيضا الجنيه ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية بزيادة 35% عن العام السابق، وذلك حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة والذي أدى إلى استقرار سعر الدولار في البنوك. كما دعم أيضا الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية خلال شهر مايو، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية وهما خفف حدة الضغوط عليه وأدى أيضا إلى استقرار سعر الدولار، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.
نأتي مع حضراتكم للذهب الذي شهدت أسعاره تراجعا جديدا اليوم وسجل مستويات متدنية على خلفية انهيار سعر أوقية الذهب عالميا لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي. وتنتظر أسعار الذهب الفترة المقبلة قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بواردات الذهب من المصريين القادمين من الخارج، حيث من المقرر أن تنتهي المبادرة في شهر أكتوبر الحالي. وتقدمت بالفعل وزارة التضامن بطلب إلى الحكومة لتمديدها إلى 6 أشهر إضافية، حين الحكومة كانت قد قررت إعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمدة 6 أشهر، والذي أتاح بالفعل دخول كميات كبيرة من الذهب إلى السوق المصرية. كما قامت مصلحة الضرائب بوضع مثال توضيحي للمأموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات، وقالت إن قيمة المصنعية على جرام الذهب تبلغ حوالي 80 جنيها، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية حوالي 80 جنيها لكل جرام، والتي تساوي حوالي 16,000 جنيه. ويتم أيضا خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16,000 جنيه، أي 14%، وبذلك تكون قيمة الضريبة حوالي 2240 جنيها على المشغول الذهبي. ومن المقرر أن تنتهي مبادرة زيرو جمارك الخاصة بالذهب في شهر أكتوبر الحالي، لذلك تقدمت وزارة التموين المتمثلة في الدكتور ناجي فرج مستشار الوزير بطلب إلى الحكومة لتمديد هذه المبادرة 6 أشهر إضافية في انتظار قرار الحكومة سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها في التوقيت المعلن. نستعرض الآن مع حضراتكم أسعار عيرة الذهب بدون مصنعية وفقا لآخر تحديث، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2474 جنيها، كما سجل سعر جرام عيار 21 حوالي 2165 جنيها للشراء، وسجل سعر الجرام عيار 18 حوالي 1856 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 14 للشراء حوالي 1443 جنيها، وبلغ سعر الجنيه عيار 24 للبيع حوالي 17,240 جنيها. أما عن أسعار المصنعية فقد قررت الشعب العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بداية من أول شهر أغسطس الماضي طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية. وسوف تكون أسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد. أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر المصنعية أو مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين وهي السبائك حتى 100 جرام وتعامل معاملة المشغولات الذهبية، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 فيما فوق. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.